ممكن تحط الرقم ديالك هنا باش الناس اللي بغا يتواصلوا معاك. ماشي مشكل. اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم كنتواجدوا داخل المقبره مع الاب ديال الشاب الرجاوي اللي توفى، وكان السبب هو الهدف اللي كان ضد فريق الرجاء. من بعد ما قام بالدفن ديال الابن ديالو وبهذه الحرقه اللي عنده على الابن ديالو. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. دفنتي الوليد ديالك ياك؟ واخا عاود لينا شنو الاحساس ديالك من بعد ما فارقتي الابن ديالك للابد، يعني ما غتبقاش تشوفه؟ راه الفرق راه صعيب، ديما الفرق صعيب. جاك الفرق صعيب ديال الابن ديالك؟ الكبده صعيبه راه، حيت هي الولاد راه الكبده. اكيد. هو الله يسمح ليه، الله يغفر ليه، هو مبلي بالكره وما كيزقلش. شي ماتش ديال الرجاء الا كاين، كان متبع الفريق ديال الرجاء، واخا يمشي لقا ديال مشي الرباطي مشى فين لا كيلعب. ها وليدي اللي قال لها با غتعطيني باش نمشي، ما كاين حتى مشكله وليدي. يعني من الصغر ديالو هو متبع الفريق. دابا مسكين هذيك ملي جا هذيك البيلانتي ديال سميتو ديال الهدف ديال التعادل ضد الرجاء، فينا سميتو ديالو ضربوه النقصه، ما تحملش ضربوه النقصه فوق القلب ديالو، جابوه الدراري للباب داموا الامانه. كي خليتي الوالده ديالو في الدار؟ هو الوالده ديالو حتى هي راه مريضه، معنى كلمه راه الموت صعيبه، ماشي شي حاجه سهله. من بعد ما توفى لك الابن الاول، دابا توفى لك الابن الثاني. الحمد لله. اللهم لك الحمد، الله عطا وخذ. اكيد. شنو كتمنى لولدك؟ الجنة ان شاء الله. بغيتيني الجنة ان شاء الله. انت راضي عليه؟ ايه انا راضي عليه دنيا واخره ان شاء الله. والزوجه ديالو الوليدات شنو كيدير حالهم؟ هما اللي بقاو فيا، هما اللي كنتاسف لهم، ماشي كنتاسف لراسي انا، هذوك الوليدات اللي كنتاسف لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى انت غتلعب الدور ديال الابن ديالك مع هاد البنيات ان شاء الله بعون الله. غتكون لهم انت هو الاب والجد ان شاء الله. ان شاء الله الا بغى ربي تبارك وتعالى. كيسولوا على باباهم؟ ضروري. شنو كيقولوا؟ راه كيديو ما با فينا عرفوا، رغم ان صغار السن ديالهم واش عرفوا ان الاب ديالهم توفى؟ وحده فيهم عرفت، واحد الصغيره لا ما شحال عندها الكبيره؟ الكبيره عندها 6 سنين وشي حاجه. عارفه ان الاب ديالها توفى؟ عارفه بان با توفى. شنو كتقول لك انت اللي جدها؟ ايوا كتقول لك با راه با مات، كتقول لي انا با، كتقول لي با راه با مات. ايوا هذا حكم الله، ما الانسان ما عنده ما يدير لحكم الله سبحانه وتعالى، ملي كيحكم الله اكيد راه ما كاين حتى شي حاجه فوق الله سبحانه وتعالى، من عند الله. حنا هذا الشيء كامل تابعنا، ما كاينش شي واحد اللي ما تابعوش الموت، وكنحمدوا ربي ونشكروا بها وهذا الشيء راه الانبياء مشاو. يعني ايمانك قوي بالله؟ الحمد لله. الحمد لله انا كنطلب على الله سبحانه وتعالى يدخلهم للجنه ان شاء الله. ان شاء الله بفضله، ماشي بالرحمه ديالو بالفضل ديالو ان شاء الله بحول الله. انت سيدي المهنه ديالك كتحفر القبوره؟ كان الا مات شي واحد كيجي عندي كنحفر، كتحفر في سبيل الله، وما كنحفرش بسميتو باش نشد ولا لا في سبيل الله. يعني ولا كان شي واحد انا فاعل جمعوي ولا كان شي واحد خاصو قفون ولا شي حاجه كتساعدو، كنجيبو الرالو ديال القفون كنقسمو كنديرو فيه القفونه اللي مات في الدوار كنعطيوه القفون. الله يتقبل. امين امين. عندك اجر كبير عند الله. ربما هاد المهنه ديالك ساعدتك انك يكون ايمانك قوي بالله، لانك يوميا انت في المقبره ومع الموتى. كنتفكر واحد النهاريات غنجي نبات فيها بوحدي، يعني ما ناسيش الاخره. الحمد لله، هذه نعمه من عند الله، نعمه من الله عز وجل، ونطلبوا الله يغفرهم. باش تنصح الاباء اللي كيفارقوا الوليدات ديالهم، يعني اللي كيعيشوا نفس الحاله ديالك، انت الحمد لله كنشوفك كانك صابر وايمانك قوي بالله، وهذا الشيء اللي بغينا. اشنو تبغي تقول للناس باش تبغي تصبرهم اللي كيعيشوا الان المعاناه اللي كتعيشها انت؟ اللي عنده الولد ضروري يتعزى، الا ما تعزى في الولد يتعزى الولد في باه. اكيد. هذه ضروري منها، فهمتيني؟ الموت راه فارضه وهي النوبه. سنه الحياه. واللي جات النوبه ديالو راه كيمشي بحالاته، ما كيبقاش، وحافظين ربي وشاطروني وبزاف ما وشي شويه. اللهم لك الحمد. واخا تبغى سيدي تحط الرقم ديالك باش الناس اللي بغا يتعاون معاك، انت كيف ما عرفنا المهنه ديالك
يعني بسيطه على قد الحال، ولا الابن ديالك اللي توفى خلى بنيات وخلى الزوجه يعني تابعينك مصاريف. كنتمنى يتصلوا بك الناس ويوقفوا معك. 06 34 80 40 70 41 الاسم ديالك سيدي؟ العريكي حسن. حسن. حسن العريكي. حسن العريكي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، الرقم ديال الاب خلينا لكم في التعاليق. الحمد لله ربي رازق الصبر على الابن ديالو وقال كلمه طيبه. وهذا الشيء اللي كنبغيو من جميع الناس، ان يكون ايمانهم قوي، لان الموت حكمه من عند الله وحنا كلنا ليها. ضروري واحد النهار كلنا غادي نكونوا تحت الارض وتحت التراب، فكنتمنى انكم تساندوه وتوقفوا معاه وتعاونوه باش ما قدرتو، لان الحال على قد الحال، وخلى بنيات وخلى زوجه وغيتكفل بهم هذا السيد. الحمد لله هو باقي صحيحته، لكن راه كبر في السن. 70 سنه راه ماشي. تبارك الله ما شاء الله 70 سنه. ان شاء الله الى بغى الله. الله يطول لك في العمر، تتكبر وليداته وتزوجهم ان شاء الله. الله يرزقك الصبر سيدي. الرقم ديال حسن سي حسن هو 06 34 80 70 41. كنتمنى انكم تواصلوا معاه وتتصلوا به وتعزيوه وتواسيوه وتوقفوا معاه ماديا ومعنويا ان شاء الله. اذا شنو تبغي تقول للناس؟ ان شاء الله اللي غيوقفوا معاك وغادي يعاونوك باذن الله. الله يجازيهم بخير، اللي دار شي حاجه كيديرها لهي كيديرها قدامه ان شاء الله. يعني كيديرها بينه وبين الله، الدنيا فايته. الحمد لله. الحمد لله. ما غادي باش ما عطى الله. الحمد لله. الله يرزقك الصبر سيدي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كيف ما تبعتوا معنا هذا المباشر من داخل المقبره اللي تدفن فيها الشاب الرجاوي اللي توفى ليله امس. اذا غادي نودعكم في امان الله، وخلينا لكم الرقم ديال الاب. كنتمنى انكم تواصلوا معاه وتوقفوا معاه، والاجر غيكون كبير عند الله ان شاء الله.